رجعنا من بعد بريك وراح نتكلم اكثر عن العمل التطوعي وشنو تاثيره على الشباب، وراح نتكلم اكثر ونسلط الضوء على شاب قدر انه يلقى نفسه من خلال العمل التطوعي وقدر انه يكمل في بيت لودان ويكون مسؤول عن شؤون الطلبه في مركز لودان لانجازات الشباب. مو بس كذي، ما شاء الله تبارك الرحمن، عمره 23 سنه وحاصل على ماجستير في الاعلام الدولي ويتكلم الفرنسي بطلاقه تبارك الرحمن. بالاضافه لهذا شارك في العديد من المؤتمرات. اليوم ضيفنا الضيف المميز راح يكون معانا فارس العبيد، متطوع في مركز لودان لإنجازات الشباب. حياك الله. حييش، ما قصرت، مشكورين. احنا سعداء بالتواصل معاك فارس. كمان تليفو سوبر بيان فو، بس احنا كذي نوقف حدنا كمان تليفو ومغسي بوكو وفالي فرونسي. اوكي، شكرا جزيلا. حبيبي فارس، اكيد سعداء بالتواصل مع حضرتك، واحنا نسعد لما نشوف ما شاء الله شباب الكويت يرفعون اسم الكويت سواء بالتحدث باكثر من لغه او بانجازاتهم وعملهم التطوعي. فارس، حضرتك شخصيا شو لك فعك ان انت تروح وتدخل وتشتغل بشكل تطوعي يعني من غير مقابل؟ خلنا أعطيك فكرة. أول شيء، أنا ولدت باريس وعشت تقريباً 14 سنة، ومو غريب على الوالد إنه يتطوع بأعمال خيرية وأعمال إنسانية، وتعودنا يعني بيتنا بشكل عام إن نتطوع ونعطي من وقتنا حق المجتمع، وبالنهاية أحب أفيد المجتمع واستفيد. يعني على قولتهم it's a win-win situation. جميل، أكيد جهود جميلة، ويمكن مثل ما شفنا تطوعك في مركز لودان وكونت نفسك ولقيت وصرت مسؤول عن شؤون الطلبة في مركز لودان. شنو الشيء اللي دفعك إن أنت تروح وتشتغل في هالشغلة؟ أنا بلشت في لوياك تقريبا عام 2005. نعم، بلشت كمتدرب بشركة شيرتون واستانست على الفكرة واستانست على التجربة. نعم، بلشنا يعني كمتدربين عادي يعني بشكل عام، والحمد لله التجربة كانت وايد ناجحة، وشوي شوي تدرجت يعني توسعت وكسبت ثقافة وكسبت معارف، واهتموا فيني الأعضاء هناك وعلى قولتهم حطوا فيني انفستمنت. شوي شوي دزوني برا خارج الكويت، دزوني مثلا برلمان بريطاني مثل ما سولفنا قبل شوي، ودزوني بيت الأبيض ودورة قيادات بإيطاليا مثلا. فتدرجنا يعني شوي شوي، يعني هو لوياك بشكل عام يهتم بالشاب، ما يقصر وياه، يعني على كثر ما انت تعطي هو راح يعطيك. نعم، يعني في نسبه وتناسب واخذ وعطى بين طبعًا الشباب طبعًا وانضمامهم الى مركز لاياك، لانه فعلا يدعم الشباب ويقدم لهم الكثير من الامتيازات الخاصه في الصقل الشخصيه وغيره. وما شاء الله اكيد من تجارب حضرتك انه رحت اماكن وايد وكان عندك اكيد صقل لمهاراتك. هل تحس شخصيا شخصيتك تغيرت من بعد الانضمام الى هذا المركز؟ طبعا ما في شك صالح، يعني التجربه مثل ما قلت لك كانت تجربه عميقه، وبلشنا من 2005 وتدرجنا شوي شويه. نعم، وكونت معارف، كونت ثقافه والثقه اهم شيء. فالحمد لله يعني الواحد يتطور بالعمل ويتطور بالبيع اللي هو قاعد يشتغل فيها. جميل. يمكن فارس كل شخص فينا عنده شغلة سلبية أو تصرفات سلبية في شخصيته يحب دائما أنه هو يتخلص منها. هل أنت من خلال دخولك إلى بيت لودان قدرت أن أنت تتخلص من الأشياء السلبية اللي كانت فيك، يعني من خلال عمل تطوعي والعمل في روح الجماعة؟ طبعا ما في شك، أنا المشكلة أتنرفز بسرعة، والعمل التطوعي ولوياك يعني علمني على الصبر، والحمد لله ليومك يعني ما عندي مشكلة تخلصت من هالشيء؟ الحمد لله، يعني قاعد نشتغل عليه يعني للحين. حلو، بس يلا ان شاء الله الله يتمم عليك ويبعد عنك اجمعين يا رب اجمعين بشكل كامل. انا فعلا الانسان منا او الشاب يحب انه يتخلص من كل الصفات السلبيه ويحولها الى صفات ايجابيه تخدمه وتخدم اكيد الافراد اللي حوله، خصوصا ان حضرتك يعني نشات في بيئه تشجع على التطوع. طبعا احنا قاعد نشوف مع بعض على الهواء صور خاصه لك فارس تبين الاماكن او الشخصيات المهمة اللي حضرتك قابلتها، فهذه صورة وين؟ هذه الله يسلمك بيت لوذان بلوياك مع السفير البريطاني. حلو. واللي قبل هم كان سفير بريطاني وسفير الأمريكية، وقابلت خلال تجربتي بلندن توني بلير وغوردون براون. واو. وقابلت السفير الأمريكية والجنرال الأمريكي اللي جاي الكويت حق احتفالات. نعم، فالحمد لله يعني شوي شوي الواحد قاعد يكسب ثقافة ويكسب معارف، ولويا قاعد توسع حاليا يعني ان شاء الله ان شاء الله تزيد مداركك اكثر، المدارك الثقافيه اللي قاعد تحصل عليها. بالنسبه في ناس وايد يمكن يستغربون فارس ان انا ليش اشتغل بشكل تطوعي او اقدم خدمات افيد فيها غيري بالمجان، فشنو الفائده اللي انت تحصل عليها لما انت تقدم شيء من غير مقابل؟ سؤال وايد حلو صالح. خليني اقول لك، انا ويا لويا قصه حب. نعم، يعني صار لي 6 سنين تقريبا وياهم. اثبتت دراسه امريكيه ان اللي يتطوع عقب دوامه الاساسي طبعا
يحس براحه ويحس بامان ويحس بوناسه ومتعه بدوامه الاساسي. فالحمد لله حسيت بالشيء انا، وحاليا يعني اداوم من تقريبا 9 ل 6 عقب دوامي الرئيسي. طبعا اروح اداوم بلوياك من 6 ل 8 تقريبا، ماسك لجنه هناك. فالحياه سعيده والواحد يحس انه قاعد يفيد المجتمع بالنهايه يعني. جميل. طيب فارس، شنو شعورك عقب ما تخلص اي عمل تطوعي؟ يعني تشتغل وتتعب، واحنا نعرف ان العمل التطوعي ما تاخذ مقابله شيء، فانت شنو شعورك عقب ما تخلص هالعمل؟ راحه وناسه يعني. بصراحه انا مثل ما قلت لك بلشت 2006، والاعضاء بلوياك على ايام ما قصروا وياي كلش يعني، دعموني وساعدوني واعطوني الثقه. فانا الحين يا دوري ان انا افيد الشباب وطالبات وطلبه اللي عندنا، واعطيهم الثقه واكون شخصيتهم. وبالنهايه لما تشوف مثلا شاب كون نفسه او وصل مرحله او كسب ثقافه او تجربه جديده، شيء وايد جميل بصراحه. ما صحيح. نعم، وهذا يعطينا بعد احساس ان كل شيء في الحياه مو شرط ان كلها مقابل. طبعًا. احنا ممكن نقدم اشياء من غير مقابل، خدمات انسانيه، هذا كله اصلا يعني ممكن مثل ما حضرتك قلت ان نكتشف فيها شخصياتنا واحنا بشنو مبدعين، بالاضافه ان هذا كله في ميزان اعمالك ان شاء الله واعمال اكيد الاشخاص المتطوعين، لان بالنهايه انت تعمل لوطنك ولبلدك واكيد لوجه الله سبحانه وتعالى. فالله يتمم عليك ان شاء الله. بالنسبه حق احتكاكك لكثير من الشباب سواء بالكويت او خارج الكويت، تحس احنا كشباب كويتي خليجي عربي شنو محتاجين؟ انه يحط له رؤيه. للاسف الشديد يعني الكويت ما عندها رؤيه، ما عندها استراتيجيه حق مدى السنه مثلا عقب 5 سنين 10 سنين 20 سنه. الشاب الكويتي اليوم ما عنده رؤيه، ما عنده هدف. نعم. ما يدري وين يبي يوصل، بس يبي يوصل ويبي يكسب منصب ويبي يكسب مال يعني. صحيح. الواحد لازم يحط له مثلا استراتيجي، خطه شلون بيوصل للمكان هذا المعين. صحيح صحيح. جميل. يمكن فارس قاعد نشوف مو بس في لوياك، ايضا في مجاميع اخرى شباب تطوعيين وشي، بس انت من وجهه نظرك فارس كونك احتكيت في هالمجال 6 سنين، شلون شفت اقبال الشباب على العمل التطوعي؟ هل في اقبال كبير؟ قاعد تشوف الشباب انه حابين يشتغلون من غير مقابل، ولا لا الشباب قاعد يبعدون عن هالشيء؟ والله كبدايه يعني للحين الفكره كانت غريبه عليهم وشيء جديد يعني. نعم. بس الحمد لله يعني السنتين يعني توسعنا وصار شيء عادي يعني. حتى قبل اسبوعين يولي طلبه قالوا لي فارس اني متطوع من غير مقابل مادي مثلا. نعم. شيء جميل. اعمالهم 16 17 يعني مستعدين يعطون نص يومهم ونص وقتهم مركز لوياك او مثلا مستشفى او وين كان، او الهلال الاحمر مثلا. نعم. فشيء وايد حلو يعني ان تشوف ان طلبه كويتيين مستعدين يعطون وقتهم حق المجتمع. نعم. واتوقع بعد ان المقابل في ان انت قاعد يعني تكتسب خبرات، بالاضافه انك انت قاعد تعرف على شباب وقاعد تعطيهم خبرات تستفيد وهم يستفيدون. حضرتك فارس حاصل على ماجستير في الاعلام الدولي من باريس فرنسا. نعم. وتشتغل في سفريات صح؟ نعم. او سياحه. ما تحس ان في تناقض؟ يعني ليش ما وظفت عملك وحصولك على شهاده مثل ماجستير، فليش ما وظفت علمك في عملك وكان في ترابط بينهم؟ خليني اقول لك شيء صالح، سؤال وايد جميل وحلو. شكرا. يعني انا عندي مبدا ان العمل ما في عيب، هذا شيء. نعم. ثاني شيء، انا من ما تخرجت سنه طافت ماجستير قدمت على 35 شركه. نعم. بالكويت يعني قاعد اتكلم عن افخم واكبر شركات بالكويت. نعم. للاسف تقريبا 33 شركه قالوا لي انت فارس يور اوفر كواليفايد، انت تخرجت بكالوريوس 3 سنين شو اسمه اعلام دولي وتو ماينرز وهم تخرجت ماجستير مع انه خلال سنه تقريبا. وعندك معارف واشتغلت برا واشتغلت في فرنسا ولندن وامريكا وكيت كيت كيت. فقالوا لي احنا وين نحطك؟ ما عندنا مكان معين. قدراتك اكبر من بالضبط. الوظائف المتوفره بالضبط. العاده هني توظيف سيستم شنو انتري ليفل بس كبدايه يعني. نعم. فقالوا لي صعب ان نحطك مثلا منصب مدير. فنطرت 5 أشهر تقريبا. شركة WTTS ما قصرت وياي. طاحوا علي عن طريق بيت.com ولينكدين. دقوا علي قالوا لي نبيك، وما قصروا وياي، أعطوني معاش وباكج يعني على مستوى يعني يتناسب أكيد مع علمك. طبعا طبعا ما في شيء طبعا يعني. وهم أعطوني منصبين، منصب واحد. نعم. مدير تسويق مبيعات شركات وفي آي بي كلاينتل مانجر. فالحمد لله يعني العمل وايد ممتع وانت لاقي نفسك يعني. فيه اي طبعا طبعا.
حلو جميل. دائما الواحد لما يلقى نفسه في المكان مو شرط شنو هو، بس صح. مكان هو يكون حابه افضل بكثير انه يروح مكان مو حابه وما حاب يشتغل فيه ومعاشه يكون عالي. فجود لك والله يوفقك ان شاء الله منها للاعلى. اكيد فارس العبيد متطوع في مركز بيت لوذان لانجازات الشباب، يعطيك العافيه ومنها للاعلى. وان شاء الله يا رب نشوف كل شباب الكويت حاصلين على الماجستير الدولي في عمرك ان شاء الله ومنها للاعلى. ارد اقول لك مره ثانيه الله يسلمك، مشكورين ما قصرتوا. مثال مشرف اكيد لشباب الكويت، وان شاء الله كل الشباب يعني يحاولون انهم ياخذونك كمثال. في كلمه اخيره حاب انك تقولها؟ والله حاب اوجه رساله لحكومتنا ان محتاجين دعم معنوي، ومشكورين على سبونسرز ومشكورين على بيت لوذان، لان اساس لوياك بيت لوذان. نعم شكرا. ان شاء الله يا رب تلاقون دعم وين ما كنتوا، اكيد شباب الكويت يستاهلون وين ما كانوا. اكيد بنكمل معاكم حلقتنا والستايلات والقصات الحلوه والغريبه مع شادي مرخان بعد البريك.